الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الحق أقول لكم إنه خير لكم أن أنطلق. هو في أحسن من إن المسيح يبقى موجود معانا؟ في حاجة أحسن من كده؟ أهو كلام المسيح، خير لكم أن أنطلق. الآية والكلمة اللي قالها المسيح تخلي الإنسان يلتفت. اليوم يوم يوم عظيم ما فيش زيه في حياة الإنسان. عشان كده باخد من كلام المسيح وألفت قلبي وقلبكم، خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم ينطلق، إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي. إيه الروح المعزي ده؟ إيه الروح القدس ده؟ اللي المسيح نفسه قال أحسن ليكم إني أمضي ويجيكم المعزي ويجيكم الروح القدس ويمكث معكم. مين الروح القدس ده؟ من هو؟ الروح القدس ساكن فينا، ولكن مش كتير مننا قادرين يدركوا ايه امكانياته. اللي انا هقدمه قدامك النهارده من واقع قراءات الكنيسه، من هو الروح القدس وما عمله وايه امكانياته، وبعدين انا وانت هنبص لنفسينا ونشوف الله طب ليه ما عملش ده فيا؟ أول حاجة بيعملها الروح القدس إنه بيقود النفس إلى الآب. ده عمله الأساسي. كل واحد يعتمد وياخد الروح القدس يتولى الروح القدس مسؤولية القيادة. بولس الرسول في البولس قال انتم كنتم قبلا منقادين الى الشهوات والجسد. انا وانت تحس ايه قوة جذب العالم لجسد التقيل ده؟ كلنا واقعين تحت، مش عاوزة كلام دي. شهوات الجسد، الأكل، الشرب، الكسل. بص على العالم، بص على العالم وشوف قوة جذب العالم للإنسان. شوف راح فين العالم، شوف راح فين العالم وانت تنزعج جدا. شوف شبان العالم كلهم فين، شوف الطهارة راحت فين، شوف القداسة، شوف المسيحية، شوف المبادئ راحت فين. جذب رهيب أنا وإنت بنحسه ومش قادر تحسه. بص حواليك، قوة الجذب دي جذبت الإنسان كله للأرض. في هذا اليوم شخص الروح القدس أوجد قوة جذب جديدة نحو السماء جوانا، جوانا بتجذبنا نحو الآب. زي ما يقول لك بولس الرسول قال انتم قبلا كنتم منقادين الى الاهواء. بصوا الان بقى، بصوا كلامه بقى الجميل، الذين ينقادون بروح الله فاولئك هم ابناء الله. بقى في قوه شخص الروح القدس اوجدها بتقودنا إلى السماء. بديع جدا التدبير الإلهي. حل الروح القدس على شكل ألسنة نار. النار دي كانت زمان بتقود شعب إسرائيل. كان شعب إسرائيل بيقاد بعمود النار، يمشيهم جوه الأرض بس، يوصلهم إلى أرض الميعاد. لكن إحنا الروح الناري اللي أخذناه يقودنا
إلى حضن الآب. بقولك ده قائد، قائد المسيرة، هو عارف الطريق، لأنه قال بياخد منه، من المسيح ويدينا. المسيح هو الطريق، بياخد منه ويدينا. الروح القدس ده القوة اللي بتقاوم شهوات العالم. بص بقى زي ما قلت لك كده، تعال بص الروح القدس عمل ايه. كيف اقنع الروح القدس الشهداء انهم يحملوا الصليب ويتعذبوا، والجسد المربوط بالارض يرموه محبه في المسيح؟ كيف عمل هذا؟ تقول لي ده كلام زمان. ابدا، كل يوم في شهداء للمسيح، شهداء بالدم وشهداء بالاعمال بالمحبه. مين اللي عمله؟ ده طبيعه الجسد وطبيعه الانسان، اللي يحبك تحبه واللي يعاديك تعاديه. ده حتى كان زمان مكتوب كده، كلام الله، عين بعين وسن بسن. ده كلام الله للانسان القديم. ما للانسان الجديد اللي خد الروح القدس قال لك ايه؟ حبوا اعدائكم. ده امر، هل ممكن كان يؤمر المسيح كده الا هو ضامن ان الروح اللي هناخده قادر؟ وبعدين اقتدر جدا. يعني بص على اجيال الكنيسه من ساعه يوم الخمسين، شوف عمل ايه الروح القدس. شوف الجماعه الرسل البسطه، صيادين السمك اللي من الجليل مش متعلمين حاجة، شوف كيف فتنوا المسكونة بالضعف. ازاي؟ ازاي الجيل اللي بعدهم انفتح ذهنه جدا على اللاهوت؟ يعني ايام المسيح التلاميذ لهم المجد، والتلاميذ حواليه تسمع اسئلة عجيبة جدا. واحد يقول له يا رب أرنا الآب وكفان، واحد يقول له يا رب لسنا نعرف الطريق، واحد لما يجي يكلم المسيح يقول له أنا صاعد يحزنه. بص بعد جيل الرسل، بص الانفتاح، وكيف أدرك العالم كله من خلال الآباء إن الآب والابن والروح القدس الواحد. يعني ساعات أنا أتكلم كده مع الناس ما بيفهمونيش شوية ساعات. هل تفتكر النهاردة إدراكنا إحنا المسيحيين لجوهر الآب والابن والروح أكتر من التلاميذ ولا أقل؟ أنا متأكد أنه أكتر. واحد يعيب علي يقول زي الرسل، أقول له لا ما تخافش، ما هو اللي خلانا أكتر هو الروح العمال في الكنيسة. وبعدين أنا مستند على كلام المسيح اللي قال إنكم هتعملون الآيات اللي أنا معملها وتعملوا إيه؟ أكثر منها وأعظم منها. أيوة صح، بسبب قوة الروح. مين الروح ده؟ ده روح الله اللي ساكن فينا. طيب أديك مثل، بصوا الأولاد الصغيرين، بصوا الشمامسة، بصوا الرجالة والستات والشباب، دول ليه ما جذبهمش العالم بره؟ وده طبيعي جدا، جذب العالم كله، جواهم قوة الروح بتزق الفوق. العالم والجسد قوة، أيوة بتجذب الإنسان للأرض، الروح القدس بتجذبه للسماء. زي بقول لك جذبت ناس في منتهى الوحاشة. تاريخ الكنيسة مليان بقديسين، أهو صورهم موجودة وروحهم حالة في وسطينا، ما كانوش على المستوى. يعني إزاي الروح قواهم وقدهم؟ طيب حاجة، هل ممكن الروح دوت، ده روح ده خفيف خالص، ممكن يشيل الجسد من بحر العالم ده كله؟ طبعا في قصة لطيفة قوي في العهد القديم جميلة، لما تسمعها دلوقتي تنطبع في قلبك. كان زمان في الأنبياء
فقالوا لإليشع احنا عاوزين نبني مدينة كبيرة. خلي بالك بقى المفردات شيء مش معقول، عاوزين نبني مدينة جديدة. قالوا له تيجي معانا، قالوا لا، قالوا لا لازم تيجي معانا، قالوا اجي واسكن معاكم وعيش معاكم. فبعدين وهم بيشتغلوا بيبنوا، واحد من الانبياء ماسك الفاس الخشبة وحتة الحديد، فهو بيخبط الفاس حتة الحديدة تقيلة قوي دي وقعت في المية، فصرخ إنها عارية وتألم جدا وتوجع. خلي بالك بقى من الصراخ ده والتألم. فجي إليشع قال له ما تخافش، فجاب خشبة، الخشبة ده بتطفو على المية خفيفة والحديد تقيل قوي قوي وقع في قعر المية. إيه الإبداع اللي حصل؟ نزلت الخشبة والتصقت بالصليب بالحديد وطلعت وطافت بيها إلى فوق. قال له خد الحديد بتاعك تاني. إيه الحديد ده؟ ده أنا، ده جسدي. وإيه المية؟ بحر العالم اللي بيقع فيه الإنسان وما يعرفش يطلع. حتى المسيح له المجد قال لما اللي بيسبب عصرة يعملوا في إيه؟ يرموه في المية ويربطوا في حجر إيه؟ راحة، علشان إيه؟ ما يقبش تاني. قد كده العثرة يعني. فإيه بقى الروح بقى؟ هو ده الخشبة، هو ده الشخص اللي نزل في قاع العالم واتحد بجسد التقيل قوي ده وطاف بيه من بحر العالم يوحده تاني بالله. الروح ده مصاحب لينا إلى الأبد، لن يفارقنا. كيف نجح الروح ان يقنع الانسان ان الالام مجد؟ عجيبه عجيبه، ده الالم ده مرفوض خالص. ده انا يعني اي واحد فينا بيتولد اهله يقولوا له ايه؟ كل كويس علشان تبقى جامد عشان ما تعياش وتتوجع، ذاكر كويس عشان تدخل جامعه كويسه وتبقى غني كويس وما تحتاجش خالص وما تتعبش خالص في حياتك. الدنيا كلها قايمة على راحة الجسد. كيف أقنع الروح القدس إن الألام دي شركة مجد مع المسيح؟ وشوف كل الشهداء والقديسين، ده إمكانياته، ده إمكانيات الروح القدس يخليك تؤمن بمن آمنت. أنا عالم ومتيقن بمن آمنت. ابتديت تحس معايا، ابتديت تحس وتغير الروح القدس اللي عمل في الخليقة والناس دي كلها، ليه مش بيعمل فيه؟ هقول لك ليه مش بيعمل. قالها بردك بولس الرسول، الروح القدس ده شخص، شخص كيان. لما قال لا تحزن الروح، ايه اللي بيحزن الروح؟ زي ما قلت لك الروح بيقنعك، بيحاول يشدك لفوق، يحاول يغريك بالصلاة بالعبادة بالخدمة، تيجي ترفض يحزن. هو روح الحق يظهر لك الحق، تنحاز انت للكذب والخداع يحزن ويرجع تاني ويغريك بالتوبة والرجوع لله، تتهاون وتتكاسل وما ترجعش يحزن مرة ورا مرة ولا مرة. وأوحش ما في يدخل النور كله جواك وتختار انت الظلمة، أحب الناس الظلمة أكتر من النور. حصل ايه؟ اطفى النور. هل ممكن ينطفئ الروح القدس؟ للأسف ممكن، لأنه بولس الرسول بالروح قال لا تطفئ الروح. طيب عشان تحس لو طفى الروح ده إيه؟ هتقع في قاع المية
مربوط بالجسد بالراحة دي ومش هتقب تاني. طب دي مصيبة. طب ده الروح القدس ده بقى ده أنا أمسك فيه جدا. شبهوها الآباء تشبيهات بديعة جدا، من أجمل التشبيهات اللي شبهوها الآباء. الروح القدس ده عامل زي الحبل السري اللي بيربط الجنين بالأم، ياخد من الأم ويعطي الجنين ويتصل بيها بالمحبة. الطفل عمره ما شاف أمه ولكن حياته منها، يتولد ويخرج للحياة صوت أمه عارفه. إيه العجب ده؟ ما هو ده الروح القدس اللي ربطنا بالله، إحنا ما شفناهوش وإحنا في العالم بنتغذى منه من خلال الروح. يوم ما نيجي نخرج ونشوفه ونراه وجها لوجه هنعرفه، لأنه كنا بناكل منه جسده ودمه، كنا بنرتوي منه، صوته كان ألفين لصوته، سمعين صوته. زي بقولك الطفل بيتولد يحطوه على صدر أمه يطمن، ما هو كان عارف صوتها وسامع من غير ما يشوفها بالعين. هذا هو الروح القدس. آخر حاجة أقولها، طب لو أنا بصيت لنفسي ولقيت نفسي إني واقع في قعر العالم ده والروح الناري محزون جوايا، لا محبة عارف أحب بالنار الحب الإلهي، ولا عبادة عارف أعبد، ولا أصوام ولا تضحية ولا ذات عارف أنقر، أعمل إيه؟ إن كان الروح محزون جوايا أعمل إيه؟ كيف أجيبه تاني جوايا؟ مش هتكلم من نفسي. ما أجمل ما قاله الآباء عن هذا السؤال، هقراهم قراية لأني لم أجد أروع من هذا الكلام. قديس مكاريوس الكبير يقول كده: قفوا على أرجلكم. أيوة هنصلي القداس دلوقتي، هي ساعة حضور الروح القدس. قفوا على أرجلكم واطلبوا هذه العطية واصرخوا إلى الله كمجروحين جرحا مميتا، أو كمن يعترضهم شبح الموت ليصدهم عن الحياة الأبدية. شفتش واحد غرقان عمال يرفص وعاوز يقب يطلع؟ ممكن نصلي القداس النهاردة بهذه الروح، نصرخ كأننا مائتين، نطلب إن الروح يرفعنا من هذا العالم ويسكن فينا بنوره وناره، يوحدنا مع الآب وينقذنا من هذا العالم. له المجد إلى الأبد، أمين.